السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كاملين كاملين. عندي ملاحظة برك قبل ما نبدا نقرا الكتاب. انا نطول في الهضره بزاف، مي عندي ملاحظة صغيرة. حبيت نقول لكم السلام عليكم بنات، السلام عليكم الاولاد، السلام عليكم صديقاتي، السلام عليكم توت، السلام عليكم. ومن بعد خرجت بنتيجة اللي لازم نقول لكم السلام عليكم لا فامي. حبيت نقول لكم اللي ياباني عندي ولا ويولي ياباني عندي بلوتو يولي من لا فامي تاعي الخولية. يعني باغ اكزومبل تكوني انتي اللي راكي تسمعي فيها اسمك مريم تولي مريم خولة، يعني يولي اسمي هو النقمة تاعك. زدت فيها. الحين نبدا نقرا باذن الله. هذا هو الكتاب اللي هدات لكم عليه، لله العلم. هذه هي الصفحه الاولى. الفهرس. احنا اولا انا نحب نقرا المقدمه باش نفهم الكتاب على واه يهضر، يعني ما نحبش نبدا نقرا كتاب طول هكا بلا ما نفهم. نحب نقرا اولا المقدمه باش نفهم علاه الكتاب. نقرا. واحد، المقدمة. في عصر العلم أرجع الإنسان إلى الوثيقة، وهدف هذا الكتاب هو المساهمة في إنقاذ الإنسان من الانحلال وإعلاء منزلته دنيا وآخرة. المقدمة. جو بونس هكا تبان مليح، هكا تخي بيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. انا حبيت نقول لكم حاجه، انا تعلمت التجويد ولكن راني نقرا كيما نعرف، يعني قدر يكون عندي اخطاء. نتمنى اللي تعرف تجود ولا اللي يعرف يجود ولا اللي عنده ديجا درايه بهذا الموضوع يخلي لي اخطائي في تعليق. نديرو زاويه اللي نقدر نقرا وتقرا معايا بيان سور. إن عنوان هذا الكتاب لله العلم، وهو نفس عنوان المحاضرة التي ألقيتها في مدينة المهدية تونس يوم السبت 18 جويلية 1970. ويحتوي هذا الكتاب على ملخص العديد من المحاضرات التي ألقيتها منذ 1959 في تونس والجزائر وليبيا وغيرها، والمقالات التي كتبتها ونشرت الكثير منها في مجلة العلم والإيمان منذ صدورها في مارس 1972، خاصة في باب الإعجاز العلمي في القرآن، فهو عبارة عن حوصلة لما توصل إليه بإذن الله العلم المعاصر في معرفة ما في الكون وما حوله. ويصدر هذا الكتاب في آخر سنة من القرن الرابع عشر، حيث يواجه المسلمون في جميع أنحاء المعمورة موجة عنيفة بعدما انتصروا في مواجهة أمواج الوثيقة والصليب الوثنية والصليبية والاستعمارية والاندماج والعنصرية وغيرها إلى حد زمن غير بعيد. وتتمثل هذه الأمواج الآن في تهجمات فكرية وأدبية ومذهبية، تلك التي تقتصر في جملتها على تفسير الحياة. والمجتمعات والتاريخ تفسيرا اقتصاديا وماديا بحتا، وتحاول اقتحام مفاهيم ملحدة في عقول المسلمين كالطبيعة عوض الله، والمسرح عوض المسجد، والدين مخدر الشعوب، وفصل الدين عن العلم، والعلم والتقنية مثل اللاتي والعزة أو أوثان تعبد، وبشر على شكل أبطال تقدس، ومفهوم الإنسان حيوان داروين، وتفسيره تفسيرا جنسيا من ناحية فرويد، واستهلاكيا في الأكل والمسكن ماركس. وهي
قد تهدف إلى أولاً عدم هدم فرائض الإسلام الأساسية كالصوم والحج والجهاد، وإلى التشكيك في عمومية الإسلام وفي نهاية الرسالات والأديان، وفي نفس الوقت تصدح برسالات بدون وحي. الفصل بين الدين والدولة، والدين والمجتمع، والدين والعلم، والدين والعمل، وهكذا دواليك إلى فصل الدين عن الإنسان. 3. إخضاع المجتمعات الإسلامية للقوانين الوضعية وإثارة الشبهات حول المستقر والمتحول، وكذلك حول ما يزعم من استطاعة الإسلام على التجاوب مع أوضاع المجتمعات والعصر المتقدم الحديث. أربعة، تعليل وجود الفواحش بما فيها الخمور والربا والسرقات الشرعية إلى آخره وتبرئة ساحتها. 5. تدمير القيم الأخلاقية بصفة عامة وتفكيك المجتمعات وهدم الأسرة وإشاعة الجنس والشهوات والقضاء على العلاقات بين الأجيال وإضعاف ترابط الآباء والأبناء والرجال والنساء وإثارة النساء على الرجال والآباء على الوالدين وتنظيم جمعيات لشن الفتنة بينهم. 6. بث دعوات عنصرية مثلا بين المرأة والرجل وبين المدني والآفاقي والدعوات الإقليمية والتفريق بين الشعوب ذوي الدين الواحد والتاريخ الواحد واللغة الواحدة وتمزيق وحدتهم الحتمية ونقلها من قاعدة الأصالة القائمة على الفكر والعقيدة الخالدة إلى قاعدة مادية بحتة لا تدوم لا في المكان ولا في الزمان، قوامها الإنتاج والاستهلاك. وقد ظهرت لذلك جماعات متخصصة بهدف نفث هذه السموم في صفوف الشباب وتهديد الكهول بالضرب على الأيدي، مستعملين المطبوعات الرخيصة الشاهرة للجنس والمرأة العارية والقصص المبتذلة، ومسخرين كل أجهزة الإعلام من صحافة وإذاعة مرئية ومسموعة، تلك التي تذيع قشور الفكر البشري في شكل خرافات وأساطير ورقص والسحر تحت عنوان الفولكلور ومحو التراث الأصيل للأمم والشعوب، وهو التراث الذي جاء به القرآن الكريم والكتاب المنزل. ولقد أعانهم على ذلك: 1. إطلاع المسلمين في التسامح والمعلوم أن شخص التسامح هو أن لا يكون إسلام مطلقا من مرض الحق والقوة بل من مرض الظلم والقدرة. 2. انحراف بعض المسلمين وميلهم إلى الشهوات الدنيوية على حساب الآخر لا مستقبل ولا مستقبل. 3. البرامج التربوية والتعليمية التي ألقت فراغا على ذهن الشباب وأحجمت على تفسير الإسلام بالعلم والخيال العقلي الحديث، فقطعت الشباب عن الأفكار الإسلامية وقادتهم إلى الانحراف وأبقت الثغرة في نفسه يعاد حجمها بالفساد والتفكيك والفتنة. وقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. وأملي بهذا الكتاب المشاركة بإذن الله في صد هذه الأمواج والتيارات والهجومات الرجعية التي يراد بها أن يرجع الإنسان إلى عصور الوثنية والظلام، وأملي أيضا المشاركة بإذن الله في إشعاع نور الله الذي هو نور العلم والتقدم والازدهار الأزلي، منطلقا من كتاب مفصل بأحكام لا يحده مكان ولا زمان وهو القرآن الكريم. ولذلك فإننا سنبين بإذن الله في القسم الأول من هذا الكتاب أن الإسلام لا يتنافى مع العلم الحديث، وأن الإسلام والعلم ينطلقان من قاعدة فكرية واحدة وهي الإيمان بالله الواحد مدبر هذا الكون ومسيره. وفي القسم الثاني سنبين بإذن الله
أن القرآن كتاب علم مثلما هو كتاب لغة وبلاغة، لا أنه معجم لغوي أو بلاغي، أي أنه لا يحتوي على قواعد اللغة ولا قواعد البلاغة، ولكنه مستوحى من روح البلاغة، من روح اللغة والبلاغة. كذلك فإنه كتاب علم أيضا، وذلك لا لأنه معجم علمي ولا يحتوي أيضا على قواعد العلم وقوانينه، بل هو مستوحى من روح العلم وجوهره أيضا. هذه المقدمة، هذه كانت المقدمة تاع الكتاب تاعنا لله العلم، واللي عجبني بزاف، وكما قريت المقدمة زادت عجبتني بزاف بزاف، كانت فيها معلومات، وهو بطبيعة الحال رأي الكاتب، ولكن عجبني بزاف وش لقيت في المقدمة، وشوقني أكثر وأكثر أني نقرأ وش كاين في الكتاب. نتمنى منكم انه اللي عجبتو المقدمه ولا لقى فيها حاجه جذبتو، اكيد نتمنى يكونوا كاين معجبين بزاف لهذا الكتاب لانه عجبني بزاف بزاف. انا حبيت نعاود لكم واش قلت لكم في الفيديو الاولى، باللي انايا نقرا في كل المجالات مش مجال واحد، ولكن هذا الكتاب من عنوانه جذبني. كانت هذه المقدمه اللي حب يتناقش مناقشه جديه ولا تخلو من المتعة بيان سيغ، يبعث لي يخلي لي دي كومونتير ولا أسئلة ولا وش يحبوا يفهموا، ولا ما بانتش حاجة ولا ما سمعتوش حاجة في الفيديو، أكيد بيان سيغ راح نعاودها. نتمنى نتناقشوا تاني في هاد المقدمة، نتناقشوا ونكونوا شباب، ولما لا نتناقشوا في حوايج اللي نرتقي بها مش نهبطوا بها، مش نعاودوا نتخلفوا، نعاودوا نرتقي ونتعلموا كشباب مسلم ولا من أي ديانة ولا طائفة واحد اخرى. كان بيان سور انا سبحان، كانت هذه المقدمه، هذه المقدمه اللي قريتها كانت واحد. اثنين، الاسلام دين علم. الاسلام دين علم راح يكون اول موضوع، انا كان واحد مقدمه، اثنين الاسلام دين علم. اللي يحب يتشوق لا فيديو اللي وراها راح يكون فيها الاسلام دين علم، هذا هو الموضوع، يعني العلاقه بين الاسلام والعلم. اكيد اللي عنده اللي بيان سور يتشوق ولا يحب نقرا له الاسلام دين وعلم، يعني نمبر 2 رقم 2، يخلي لي في لي كومونتير. اللي عجبو الكتاب يخلي لي، واللي عنده تعليق على الكتاب يخليه، واللي عنده تعليق حتى على القراءه يعني يخليه.